مامي، واحنا بنصوم ليه؟ بنصوم عشان نحس بالفقرة. طب والفقراء بيصوموا ليه يا مامي؟ ها، عشان يحسوا بالأفقر منهم. وبعدين يعني هي فقرة الأسئلة بتاعتكو حبكت دلوقتي واحنا صايمين؟ كفاية أسئلة بقى. طب يا مامي، لو انا في وسط الصيام كده لقيت نفسي حسيت بالفقرة وكله تمام، ممكن افطر؟ لا طبعا ما ينفعش، وقلت كفاية أسئلة. طب هو مين حلو يا حلو ده يا مامي؟ أنا قلت كفاية أسئلة. آخر سؤال يا مامي معلش. حلو معناها الراجل الكبير أو الشيخ في اللغة المصرية القديمة، وكفاية أسئلة بقى. طب وإيه وحوي يا وحوي دي يا مامي؟ معناها إيه؟ معرفش، وقلت كفاية أسئلة. عشان خاطري يا مامي، آخر سؤال. قلت لك معرفش، وقلت كفاية أسئلة. طب هنفطر النهارده يا ماما؟ أنا لا يمكن أجاوب على السؤال ده، وبعدين أنا مش قلت كفاية أسئلة؟ قوم اخفي من وشي وما أشوفش وشك غير على الفطار. طب فاضل قد إيه على المغرب يا ماما؟ ثانية واحدة. ما بتجوش غير بالعين الحمراء. طب عامله عصير ايه على الفطار؟ ودلوقتي ميعادنا مع فزوره النهارده، وفزوره النهارده بتقول: ابن امك وابن ابيك وليس باختك ولا باخيك فمن يكون؟ اول خمسه هيجاوبوا صح هنطلع اسمهم وصورتهم في الحلقه الجايه. واكتر حد اسمه هيتكرر معانا على مدار شهر رمضان هنتواصل معاه، وهيكون ليه جايزة مفاجأة في نهاية الشهر. وكل سنة وانتم طيبين.